مشاهدينا، وللحديث أكثر عن واقع العراق سياسيا واقتصاديا والانتقادات الموجهة للحكومة الحالية، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. مساء الخير. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك. يعني كيف ترى واقع العراق اقتصاديا وسياسيا؟ هل استطاع رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني إخراج العراق من ما تسمى عنق الزجاجة ومحاربة الفساد على المستويين السياسي والاقتصادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للواقع السياسي العراقي، يعني بكلمة أو باختصار، الواقع السياسي العراقي بحقيقة ناتج، هو مأزوم جدا، وناتج عن كونه يعني السلطة السياسية في العراق غير مستقرة، لا يوجد هناك استقرار سياسي بالعراق، والأزمة أزمة مزدوجة من ناحية، فمن ناحية هناك اهتزاز أو انعدام ثقة من قبل الشعب العراقي بهذه السلطة بالطبقة السياسية، وهناك أيضا أزمة داخلية لأن أطراف العملية السياسية لم يستطيعوا أن يحسموا الخلافات فيما بينهم. فالشعب العراقي فقد الثقة بهذه الحكومة، وأصبحت الطبقة السياسية مرفوضة ومنبوذة شعبيا لعدة أسباب، أهمها أن هذه السلطة تقوم على المحافظة الطائفية والإثنية البغيضة، كما أن المكون الرئيسي لهذه السلطة مرتبط بشكل أو تابع بشكل ديلي لإيران، مما جعل هناك عدم استقلالية بالقرار السياسي، هناك تحكم خارجي بالعملية السياسية وبقراراتها. والأزمات أيضا، الأزمة الداخلية كما نوهنا، ناتجة عن أنه هناك تجاذب وخلافات بين الأطراف السياسية ترتفع إلى مستوى الصراعات والاحتراب فيما بينها، لأن كل طرف من الأطراف يريد أن يحوز على أكثر حصة من الكعكة، ما يسمى كعكة الامتيازات. هذا ما جعل الواقع السياسي، وبالحقيقة منذ الاحتلال، واقعا غير مستقر، والأزمة دائمة، وأعتقد أنها ستستمر طالما كانت هناك محافظة، وكان هناك فقدان للثقة من الشعب العراقي بهذه الحكومة. طيب، السوداني زعم أنه ليس هناك خطوط حمراء ولا بد من محاسبة الفاسدين، على أي أساس إذن تم أو أطلق القضاء المتورطين بفضيحة سرقة القلم؟ القضاء ليس مستقلا، ونفسه هو السوداني نفسه ايضا غير، ليس مستقلا ولا يمتلك القدره على اتخاذ قرار مستقل، يعني لا يستطيع ان يغرد خارج صرف الاطار التنسيقي، لانه هو ولد من رحم الاطار التنسيقي. ونعلم ان الازمه ناتجة في بين التيار الصدري والإطار التنسيقي انتهت بأن يفوز الإطار التنسيقي بإنتاج رئيس لهذه الحكومة، وكان الرئيس الأكثر ترجيحا لأن يكون رئيسا للوزراء هو كما نعلم المالكي، نور المالكي، لكن نور المالكي لأسباب تتعلق بالتسريبات التي افتضحت فضل أن يأتي بدلا عنه السوداني، والسوداني هو بالحقيقة هو يعتبر رجل المالكي ويعتبر ظل المالكي، لذلك كان بديلا مناسبا ومرضيا لكل الأطراف بما فيها نور المالكي. فبالحقيقة السوداني هو لا يستطيع أن يتخذ قرارا مستقلا يتعاكس مع إرادة ومع مصالح الإطار التنسيقي. والقضاء العراقي بالحقيقة، القضاء العراقي مسيس، لا يستطيع أيضا القضاء، لا يستطيع أن يشق على الطاعة، لأن القضاء العراقي من طيب بالأساس يعني هنا مسيس. إذن هنا ما قيمة اعترافات السوداني ومن سبقه بوجود الفساد من رؤساء حكومات، خاصة وأن الفساد في العراق يحظى برعاية حكومية رسمية وبحماية من الحكومة نفسها؟ ما الذي دفع هؤلاء للقبول بهذا المنصب مع علمهم المسبق بأنهم سيكونون شركاء في هذا الفساد؟ نعم، نحن ما نسمعه من السوداني بالحقيقة لا نستغربه، وقد
أن سمعناه من مصطفى الكاظمي، أنا لا أرى اختلافا كبيرا بين السوداني وبين مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي أيضا ادعى بأنه عازم على الضرب بيد من حديد على الفساد وعلى الفاسدين وعلى حيتان الفساد، وقال أنه سيقضي على الفساد وسيبني تنمية، وسمعنا كثيرا من هذا الكلام. نعم. لكن لم يحدث شيئا. لماذا؟ لأن مصطفى الكاظمي كان نتاج توافق سياسي بين القوى العملية السياسية، ولذلك لم يكن يستطيع أن يضرب أي طرف من هذه الأطراف، لأنه يصبح مهددا بسحب الثقة عنه. المسألة تنطبق تماما على السوداني أيضا، لأن السوداني هو ناتج عن توافق بين الإطار التنسيقي من جهة وبين القوى الكردية وكذلك السنية رغم هامشية القوى السنية. أيضا هذا التوافق بالحقيقة يجعله غير قادر على حسم أمور، لأن معظم الفاسدين بالحقيقة هم فرسان العملية السياسية، وبشكل أكثر في صدارة هؤلاء هم من الإطار التنسيقي، قادة أحزاب وقادة ميليشيات تابعة للإطار التنسيقي. فكيف يستطيع أن يتجرأ لا يمكن أن يتجرأ على ضرب هؤلاء؟ لا، هذه خطوط حمراء، الميليشيات خطوط حمراء، الأحزاب الإطار التنسيقي خطوط حمراء لا يستطيع أن يتجاوزها، رغم أنه يتكلم ويدعي وتشدق بذلك، لكن هذا الكلام لا يستطيع أن لا ينطلي علينا ولا ينطلي على الضبط مواطن من الشعب العراقي. إذن في سؤال افتراضي، هل يمتلك السوداني أدوات التغيير ومحاسبة الفاسدين خصوصا من قبل الإطار التنسيقي الموالي لإيران الذي انبثقت عنه حكومة السودان؟ لا هو يستطيع، أنا أقول لك يستطيع أن بين فترة وأخرى يستطيع أن يفجر لنا بالونا بأنه تم اعتقال الشخص الفلاني والشخص الفلاني بتهمة أنه تهريب أموال أو بسرقة أموال وفاسدين، لكن عندما تتحرى عن هؤلاء الأشخاص تجدهم فاسدين صغار بالقياس مقارنة برؤوس الفساد الكبيرة. الفساد بالحقيقة هو فساد الدولة، فساد الحكومة، فساد الطبقة السياسية، وليس فساد زيد من الناس. طبعا هناك هؤلاء الفاسدون الذين كشف عنهم في تشرين أو في نوفمبر من العام الماضي، نعم، هم أيضا هم فاسدون، لكن تم استخدامهم بالحقيقة ديماغوجيا للتضليل على الناس بأنهم عازمون على القضاء على الفساد، بدليل أنهم كشفوا عن سرقة القرن التي تقدر ب 2.5 مليار دولار، لكنه هذه لا تشكل هذا الرقم لا يشكل رغم كبره لكنه لا يشكل شيئا بالقياس إلى نحو 400 مليار أو 500 مليار دولار تم الاعتراف بأنها سرقت خلال 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 أعوام قليلة في الحكومات السابقة، لكن هذه الأمور يتم استغلالها على إعلاميا من أجل أنه تخدير المواطنين أو بعض المواطنين يعني، لكنها لا تنطلي على الشعب العراقي. هل تمتلك حكومة السودان بالفعل القوة والجرأة أو الآلية لفك ارتباط أو تبعية العراق لإيران؟ ماذا يعني هذا الإصرار لدى الإطار التنسيقي أنه ينفي فكرة أن هذه الحكومة تتبع لإيران؟ بالتأكيد لا يستطيع لا الكاظمي ولا أي قوة أخرى من القوة من الطبقة الحاكمة على فك ارتباط العراق عن إيران. لا، هناك بالحقيقة إرادة الإطار التنسيقي، هناك إرادة ورغبة بالحقيقة، وما يمارسونه من عملية تبعية وذيلية لإيران بالحقيقة ما هو إلا وفاء لاحتضان إيران لهم. يعني هم إيران بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي هي الأم الحنون، هي عقائديا هناك ارتباط عقائدي يعني، وهناك مصلحة تتعلق ليست مصلحة اقتصادية وإنما مصلحة مسألة حياة أو موت. يعني لو افترضنا أن النظام في إيران سقط يعني فجأة غدا أو بعد غد، نعم، هؤلاء أيضا سيسقطون، هؤلاء سينتهون سياسيا وينتهون، نعم، مصلحة حياتهم مهددة، لذلك فهم مرتبطون مصيرهم، نعم، مرتبط بإيران.
فأما ما يدعون به أنهم غير مرتبطون، الآن سمعنا هذا الكلام، لأن إحنا طالما كنا نسمع بأنهم يعترفون بارتباطهم بإيران وولائهم بإيران. أما اليوم إذا كانت هناك أصوات تدعي العكس، فأعتقد أن هذا مرتبط بالانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري قريبا، يعني من باب الدعاية والتحديث. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.